خرج رئيس نادي أولمبيك أقبو كريم تاقة عن صمته ورد على الإرهاب فرحات مهنية. رئيس نادي أولمبيك أقبو أكد أن الفريق الذي لم يتردد لاعبوه في هجر الملاعب للانضمام إلى دورة التحرير لن يكون أداة في يد الانفصال فرحات مهنية. كما وصل رئيس نادي أقبو حديثه قائلا: فوجئنا بمقطع فيديو نشره لانفصال فرحات مهنية يعلن فيه أن النادي وأنصاره متعاطفون مع حركته. هذا الشخص غير المسؤول، نسينا مؤتمر الصمم الذي وحد الشعب الجزائري، عقد على بعد خطوة من أقبو. رئيس نادي أقبو والذي أدان بشدة تلك التصريحات قائلا: نحن ندين بشدة هذه التصريحات التي تلزم سوى صاحبها نادينا رياضي بحت بعيدا عن أي لون سياسية. كما أكد رئيس نادي أقبو: نحن لا ننكر أمازيغيتنا، ولكننا قبل كل شيء جزائريون وفخورون بأن نكون كذلك. واختتم حديثه قائلا: نحن نمنع أي شخص من استخدام الفريق لأغراض سياسية، ونحتفظ بالحق في مقاضاة أي شخص يضر بمصلحة النادية. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتيب أول قناة إلكترونية في الجزائر.